الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم إن هذه في ذمتك وحبل جوارك، فقيها فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق، لا إله إلا أنت، فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت أعلم بسرها وعلانيتها، إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. جئنا شفعاء فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ثبتها بالقول الثابت، اللهم يسر حسابها ويمن كتابها، وأعذها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ألبسها لباس الجنة، وأفرش لها فراش الجنة، وافتح لها بابا إلى الجنة. اللهم أدخلها الجنة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. الله أكبر. اللهم اغفر له. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.